مدرب فريق نفط ميسان الكابتن أحمد دحام يتحدث عن عقوبته مع اللاعب وسام سعدون، فيها ظلم كبير. هذا ما قاله في المؤتمر الصحفي اللي وافانا به الزميل المصور زيدون. نتابع. أكو فيها أمور ثانية للعقوبة مالتهم، شنو اللي عقوبة مالتهم بنعرفها؟ يعني إنه تسلم مشرف المباراة اللي هو أحمد مصطوف، أعطانا جوابين وأعطى جواب للجنة الانضباطية بأن إحنا تهجمنا وأشياء، يعني الحمد لله وشكر مو من طبيعتي لا أني ولا تربيتي ولا لاعب وسام إنه نتكلم بهذا الكلام للملاعب، ممكن إنه يسوقون لهالمشاكل. لكن لجنة الانضباط ورئيس ومشرف المباراة يعني نقيضين، يعني يقول احنا يقول هذه ما كتبت عليهم، بعد ايش وصل التقرير لهم؟ يقول الحكم من تصير الحكم يقول لا مشرف المباراة او اللجنة الأمنية على عقوبة وسام، يعني ما نعرف من اللي يعاقب، يعني مثلا من اللي يودي التقرير؟ هل هو نزيه التقرير او مو نزيه؟ هل هو بي مثلا يعني ما اعرف يعني شنو اللي قال احمد مكتوب؟ احنا نتمنى من احمد مكتوب انه يطلع الاعلام يبين حقيقه عقوبتي وعقوبه وسام، يعني مره يقول هاي لجنه امنيه، لجنه امنيه دخل الاتحاد، وشنو عقوبه وسام مثلا؟ ضرب رجل امن.